بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى تفسير قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، فإذا سجدوا يعني كملوا الركعة، وأطلق على الركعة السجود لأن السجود هو أعظم ركن فيها، فليكونوا من ورائكم. وشرحنا في الحلقة السابقة أنهم يكملون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام واقف، ثم يسلمون لأنفسهم، ثم يذهبون إلى موقع الحراسة، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي الركعة الأولى التي وقفت تحرس العدو، فصلون مع الإمام الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام في التشهد وينتظر وهم يقومون ويكملون لأنفسهم، ثم يسلم بهم. وهذا معنى قوله: فلتقم طائفة منهم معك، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، أي لم يدخلوا معك في أول الصلاة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني ما بقي من الصلاة، ويكملون لأنفسهم، وليأخذوا أسلحتهم. أخذ السلاح هذا في الطائفة الأولى والطائفة الثانية، كل من الطائفتين تحمل السلاح في أثناء الصلاة لأجل الحماية به عن العدو، وليكون على أهبة الاستعداد لو بدرت من الكفار بادرة وإذا بالمسلمين مسلحون يحملون السلاح حتى يدفعوا شره وهجومه. وليأخذوا أسلحتهم، هذا في الطائفة الأولى. في الطائفة الثانية قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يأخذون الحذر من العدو ويأخذون أيضا الأسلحة معهم وهم يصلون، فكلا الطائفتين تحمل السلاح، لا تنفك عن سلاحها سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. ثم قال تعالى مبينا للحكمة في حمل السلاح وأخذ الحذر، فقال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلذلك أمر الله بأخذ الحذر وأخذ السلاح لمواجهة العدو والأمن من مكره وخداعه. وليأخذوا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، لو تجردتم من السلاح في صلاتكم فإن العدو يفرح بهذا ويعتبر ذلك فرصة للنيل من المسلمين، ولكن الله سد عليه هذا الطريق وأمر المسلمين بأن يحملوا سلاحهم على كل حال. وأيضا لا يكفيهم أخذ السلاح، بل يأخذون الأمتعة التي مع المسلمين، ويأخذون دوابهم وملابسهم وطعامهم وشرابهم، لأنهم عدو
عدو مبين كما ذكر الله في الآية السابقة، عدو مبين لا يألون جهدا في الإضرار بالمسلمين، لا يألونكم خبالا. ثم إن الله سبحانه وتعالى رخص بعدم حمل السلاح في الصلاة لعذرين: العذر الأول إذا كان الإنسان مريضا لا يقوى على حمل السلاح في الصلاة إنه لا يحمله، أو العذر الثاني أو أصابهم مطر، أو أصابهم مطر، والمطر هذا يبل السلاح ويؤذي رطوبته تؤذي المصلي، فإن هذا عذر أيضا يرخص له في عدم حمل السلاح. وإن خفتم أذى من مطر أو كنتم مرضى، ولا جناح عليكم إن خفتم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني في الصلاة، لأن في حملها في هاتين الحالتين مشقة على المصلي وإشغال له عن صلاته. إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ثم إنه أمر بأخذ الحذر: وخذوا حذركم، أي من عدوكم، فلا تأمنوا غدره في أي لحظة من اللحظات، لأنه عدو مبين لا يألو جهدا في الإغرار بالمسلمين. ثم قال: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا إخبار من الله جل وعلا على ما أعده لهم عاجلا وآجلا من العذاب الشديد الذي يهينهم بما كفروا، فهذا فيه بشارة للمسلمين في أن عدوهم مخذول وأنه خاسر. وفي مضمون ذلك أن الله أعد للمؤمنين أجرا عظيما، لا سيما المجاهدين في سبيل الله عز وجل، فهذا فيه دليل على أن سبب التعذيب من الله لبعض عباده أنه بسبب من قبل العبد، وذلك بالكفر والذنوب والمعاصي، فالله جل وعلا يجازي على العمل، على الإحسان بالإحسان وعلى الإساءة بالعذاب، وهذا عدل من الله جل وعلا، فإن الله رتب الجزاء على العمل. فالإنسان إنما ينعم أو يعذب بسبب عمله، وما أصابه في الدنيا من المصائب فهو بسبب عمله: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.